طيب تعالوا نكمل كده ايه الشغل بتاعنا. هينستول بس ماكن لينكس كده على السريع. اعتقد ان كان عندي، انا كنت منزل ريد هات 7 و4، ده الليتست ريليز من ريد هات، لسه نازل يعني من كام يوم تقريبا. تعالى كده ايه نكريت المكنه دي ونستخدم حاجه اسمها اكسبريس انستليشن. تعال نديها اسم كده، نسميها سيرفر واحد مثلا. زي ما احنا كنا متفقين، انا من اول النهارده هيكون دايما عندي على الاقل سيرفرين، خلاص، لان هيكون في عندي برايمري سيرفر وفي سكندري سيرفر. طيب تعالى كده بسرعه نبص على الاستورج اللي احنا محتاجينها للمكنه دي. طب بص على الهاردوير بتاعها، السي بي يو 2 بروسيسور، ميموري 1 جيجا، ممتاز. البوت اوردر بتاعها ماشي، اعتقد ما فيش اي مشاكل. الهارد ديسك كده تعال نشوف مدينا مساحه كام. ماشي، اعتقد ان كده كفايه جدا، مفيش اي مشكله. طيب ماشي، انا ممكن الانش الماشين دي كده. هي تبدا تنستول، والانستليشن عاده يعني الاكسبريس انستليشن ده مش هياخد حاجه. اهو انا بس عايز اسال، هو احنا اخر مره كنا اشتغلنا كنا اتكلمنا فيها كمقدمه لدي ان اس ولا لا؟ حد فاكر؟ كنا اتكلمنا عن ايه فيها؟ اعتقد على ما افتكر كان هيراركي بس، صح؟ اتكلمنا على الهيراركي بتاع الدي ان اس وازاي عملت ريزولفنج بالتم، صح؟ طيب ممتاز. ماشي، احنا كده محتاجين نبدأ نتكلم بقى على السيت اب اللي احنا عايزين نعمله. الفيديو ما اترفعش، متأكد من الحكاية ديت؟ تعالى كده شوف الفيديوز، معلش. اعتقد ان انا عندي حاجه دي ان اس موجوده اهي. طيب حاضر، هرفع لك الفيديو يا سيدي، ما تزعلش، هرفع لك الفيديو عشان ايه تبقى كل حاجه موجوده معاكم. ماشي، طيب حلو جدا، ممتاز. تعالى افهمك بقى ايه اللي احنا هنعمله النهارده عشان تبقى ايه فاهم احنا عايزين نعمل ايه بالاول كده، بدل ما تبقى قاعد زي الاطرش في الزفه وما انتش فاهم ايه اللي احنا عايزين نعمله. طيب مبدئيا انا هيكون عندي ثلاث مكانات بالشكل ده. المكنه الاولانيه ده سيرفر واحد، هعمل المكنه الثانيه كمان شويه وهسميها سيرفر اثنين، مش محتاجها خالص دلوقتي، خليها للاخر خالص، خلي سيرفر اثنين ده للاخر خالص. هيكون عندي مكنه كمان موجوده هنا
دي المكنه دي موجوده عباره عن مكنه ويندوز، هعتبرها هي الكلاينت بتاعي. بالمناسبه هي مش فارق المكنه دي تكون ويندوز ولا لينكس ولا تكون ايه بالظبط، مش فارق اطلاقا معايا تكون هي ايه، هي عباره عن كلاينت بس خلاص. ولو قلت لك هي كلاينت بس، انت لازم تفتكر حاجه معينه اللي هي ايه، ان انت لازم تكونفيجر المكنه دي ان هي تاخد الدي ان اس انفورميشن منين، ها من المكنه بتاعتك اللي اسمها سيرفر دي خلاص. يعني لو انت جيت كده، لو انت جيت فكرت ايه اللي المفروض يحصل، لو انت عندك مكنه كلاينت دي والمكنه سيرفر دي كونفيجر، فانت المفروض ان المكنه اللي اسمها سيرفر واحد دي تكون كونفيجرد ان هي تعمل ريزولف من بابليك دي ان اس سيرفر موجود على الانترنت خلاص. يعني دي كده المفروض تروح للبابليك دي ان اس سيرفرز تسالهم ماشي. فرضا انا ممكن استخدم بابليك دي ان اس، يا اما مثلا حاجه زي اوبن دي ان اس، يا اما حاجه زي جوجل بابليك سيرفرز او غيرهم بقى براحتك اللي انت عايز تستخدمه ماشي. معنى كده ان الكلاينت لما يحب يجي يطلع على الانترنت، اسف، لما الكلاينت يحاول يبراوز حاجه على الانترنت، بلاش يطلع دي، الكلاينت هيبراوز او هيحاول يريزولف، بلاش يبراوز كمان، الراجل ده هيحاول يريزولف اسم موجود على الانترنت خلاص. هيسال مين الاول؟ هيسال الدي ان اس سيرفر اللوكال بتاعه اللي موجود في نفس الدومين بتاعه. بعد كده الدي ان اس سيرفر ده هو اللي هيطلع يسال مين؟ ها البابليك سيرفرز دول ماشي كده. ها حد عنده اي مشكله في اللي احنا بنقوله دلوقتي؟ طيب كلام جميل ممتاز. تعال كده نتكلم على حاجه تانية، او تعال نرجع كده الاول، في حاجه عايز اقول لك عليها. انا لحد دلوقتي ما كلمتكش على ان انا هعمل الدي ان اس سيرفر ده كاوثوريتيف دي ان اس سيرفر للشبكه الداخليه بتاعتي، او بلاش الدي ان اس سيرفر ده ما فيش عليه اي زون، يعني انا لسه ما عملتش اي دومين داخلي ها للشبكه بتاعتي دي خلاص. هو كل وظيفته يستقبل الكويري من اليوزر يروح يسال الانترنت. طيب هو السيرفر ده هو بيستقبل الكويري من اليوزر ويروح يسال الانترنت، في اكتر من طريقه ان هو يشتغل بيها ها. يعني هو لما الراجل ده، لما الكلاينت ده راح ساله، هل السيرفر ده هو بيسال البابليك سيرفرز دول في اكتر من طريقه يشتغل بيها؟ ها حد عنده اي معلومه؟ ها حد عنده اي معلومه على الحكايه دي؟ طيب حلو، تعال نمسح الكلام ده كله كده. او تعال نفتح شيء تاني حتى. طيب بص لي كده يا سيدي، لما الدي ان اس سيرفر بيحاول يسال دي ان اس سيرفرز تانيين او بابليك دي ان اس سيرفرز تانيين، في طريقتين عشان الدي ان اس سيرفر ده يريزولف الكلاينت. الطريقه الاولانيه هي الايتريتيف كويريز خلاص، الايتريتيف كويريز. الطريقه الثانيه حاجه اسمها الريكيرسيف كويريز او ريكيرسيف لوك اب. ايه الكويرسيف كويري او لوك اب ديت؟ بالمناسبه لما اقول لك ريزولف خلاص او كويري او لوك اب، هما الثلاثه حاجه واحده بالبلدي كده. الثلاثه معناها ان انا عايز اترجم الاسم، او اسف اترجم اترجم الاسم الاي بي بس خلاص خلصت، او ان انا عايز اترجم الاي بي الاسم بغض النظر بقى، يا الاسم الاي بي يا الاي بي الاسم. فلما تسمع كلمه كويري او عمليه ريزولفنج خلاص او عمليه لوك اب، هما الثلاثه خدها كده في اعتبارك او اعتبرهم كده ان الثلاثه يعني ثلاث مصطلحات لحاجه واحده، ان انا عايز اترجم الاسم الاي بي او الاي بي الاسم. عمليه اللوك اب امتى بنستخدمها؟ لما ما اكونش عارف النتيجه بتاعتي، هل هقدر ارجع بنتيجه ولا لا؟ بالبلدي كده. لما بقول كويري معناها ان الكلاينت هو اللي بيسال السيرفر، فلو الكلاينت هو بيسال السيرفر او السيرفر بيسال سيرفر تاني، ساعتها بيبقى الاسم الاشهر ليها الكويري، وبرضه معناها سؤال، يعني في الاخر برضه معناها سؤال. خلاص؟
طيب لما تلاقي كلمه ريزولف معناها ان ان انت سالت وطلع لك نتيجه. وصلت؟ ها خلاص كده. يبقى لما تسمع كلمه ريزولف معناها ايه؟ في سؤال وفي ناتج. لوك اب في سؤال والله اعلم في نتيجه ولا لا. كويري ها عاده بتطلق على ان انت لما بتيجي تسال من الكلاينت للسيرفر او من سيرفر لسيرفر تاني، بس برضو انت ما انتش متاكد الناتج ايه، الناتج ظهر لك ولا لا. فده بس ده الاسم الشائع لما بتيجي تتكلم تكنيكال مع حد. بس الثلاثه هم مصطلح لحاجه واحده، ان انت بتعمل ايه، ها عايز ترجم الاسم الاي بي او اي بي الاسم. بس خلاص كده شكرا. فالثلاثه بالنسبه لك لما اقولهم اعتبرهم كلمه واحده، اعتبرهم مصطلح واحد. ماشي كده؟ طيب حلو. ايه بقى يا سيدي موضوع الايتريتيف كويري والريكيرسيف كويري ديا؟ ايه موضوع الايتريتيف كويري والريكيرسيف كويري؟ الموضوع بسيط جدا. فاكر لما كنت قلت لك ان دي الناس سيرفر بيبدا بحاجه اسمها الدوت او الروت سيرفر، وقلت لك هو الروت سيرفر ده هو مش سيرفر واحد، لا دول 13 روت سيرفر، وال 13 سيرفر دول موجودين حوالين العالم كله. خلاص مش عارف كام واحد في امريكا، واللي موجود في روسيا، واللي موجود في اليابان، واللي موجود في فرنسا، متنطرين في كل حته، واللي موجودين في افريقيا، وكل واحد فيهم في ريبليكيت او ريبليكيتد فيرجنز منه. يعني كل واحد من ال 13 دول في نسخ كده، نسخ كامله موجوده منه في دول تانية. يعني هتلاقي مثلا المغرب ليها نسخه، مش عارف جنوب افريقيا لها نسخه، مش عارف تلاقي في مصر بقى فيها نسخه دلوقتي، اعتقد مصر بقى فيها نسخه دلوقتي على ما اعتقد. يعني تلاقي نسخه مش عارف موجوده في اسرائيل، نسختين مش عارف موجودين فين، في الهند، وهكذا. يعني ال 13 دول كمان هم نفسهم اصلا ريبليكيتد. هتقول لي طب هم 13 روت سيرفر ازاي يكونوا ريبليكيتد يا عم؟ الكلاينت لما يجي كونكت على ال 13 روت سيرفر دول، يعني في الاخر انا قلت لك في البدايه والنهايه ان ال 13 روت سيرفر دول العالم كله معتمد عليهم. يعني انت عندك كم مليار بني ادم بيخشوا انترنت، كل عمليه الريزولفنج بتتم عن طريق ال 13 روت سيرفر دول، صح؟ هتقول لي طب 13 سيرفر هيستحملوا الكلام دول؟ فاكر لما قلت لك ان في تكنولوجي اسمها الاني كاست بيستخدموها؟ خلاص؟ مش يوني كاست، اني كاست. الاني كاست دي تلاقي عندك او بتسمح لك ان يكون في عندك سيرفر او اثنين او ثلاثه او اربعه او 10 او 100 او 1000. ال 10 سيرفرات دول واخدين لها نفس الاي بي. خلاص؟ بس وانت جاي كده عمليه الراوتنج وهي بتتم، الراوتر بيرميك على اقرب سيرفر ليك. يعني فرضا انت جاي من مصر عايز تروح للرود نيم سيرفر، هيرميك على الرود نيم سيرفر على الكابي او على الريبليكيتد فيرجن بتاع الرود سيرفر اللي موجوده في مصر مثلا او اللي موجوده في المغرب، بدل ما يبعتك تعمل ريزولف من حته موجوده في امريكا، ولا تعمل ريزولف من حته في اليابان بعيد جدا عنك، لا يبعتك لاقرب سيرفر ليك. وزي ما قلت لك هتلاقي نفس السيرفر الاي بي ادريسز بتاعتهم كلها، ها مالها؟ هي نفس الاي بي ادريسز، بس الراوتر بيرميك على اقرب مكان ليك. فاعتبره كده ان هو وان تو نيرست بكل بساطه. يعني اليونيكاست كنت تسمعوا عنه اللي هو وان تو وان، شخص بيكلم شخص زي ما انت بتطلب، ها ويب سيرفر مثلا. لكن الانيكاست لا، هي وان تو نيرست، هو انت بتطلب عنوان، العنوان ده هو ممكن يكون فيه 1000 سيرفر واخدينه، بس هو نفس الاي دي ادرس على كل السيرفرات دي. خلاص ماشي. ازاي عمليه الراوتنج بتتم دي بقى ما تشغلش بالك بيها دلوقتي، لان في فيلم كامل على موضوع الاني كاست دون. يعني لو واحد فيكم درس سي سي اي اي مثلا راوتنج وسويتشنج، هتلاقوا ان موضوع الاني كاست دون ده عباره عن جزء كامل كده، تلاقي حته كبيره قوي كده في المنهج بتاعها بيكلمك على الاني كاست دي، وبيفهمك ازاي الاني كاست ده بيتم، وبيخليك تعمل اني كاست مع المالتي كاست، وشويه شغلانات كده مالهاش اي لازمه. فابعدها خالص عن دماغك. كل اللي يهمك فيها دلوقتي حاليا في النقطه اللي احنا فيها، ان عباره عن مجموعه سيرفرات موجودين في اكتر من مكان، كلهم بياخدوا نفس الاي بي ادرس. الكلاينت لما بيجي كونكت، الراوترات هي اللي بترميه على اقرب واحد فيهم. بس شكرا، انتهى الموضوع على كده. نرجع بقى لموضوعنا. هذا الروت نيم سيرفر لو يبدا بدوت، خلاص. وقلت لك النيم سيرفرز دي بتبدا من A ل M. خلاص هم 13 روت سيرفر، فبيبدا من روت سيرفر A و B و C و D و E و F و G و H و I و J و K و L و M. خلاص من A ل M.
واسمهم root-servers.net root-servers.net. هتشوفهم دلوقتي وهوريهم لك ملفات الكونفيجريشن بتاعتك. خلاص دي الروت سيرفرز. ما علينا نرجع. الروت سيرفرز دي تحت منها ها كوم وأورج ونت ومش عارف وإي دي يو ومش عارف وشوية حاجات كده جنب بعض. تحت كل واحد من دول ها وليكن سيسكو مش عارف ريد هات ياهو مايكروسوفت وغيرها. وده برضو تحت منها شوية دومينز اهم. وتحت كل دومين منهم في سب دومين. يعني تيجي هنا كده مثلا تلاقي ويب او www. وتحت www ده ممكن تلاقي برضو ايه شوية حاجات. طب انت قاعد هنا كده انت واخد خط انترنت لسه ما فيش عندك دومين حتى الان. يعني احنا حتى الان كده احنا بعيد عن الناس دي. احنا اصلا لسه ما لناش دومين. انت اكد عريان ده عملت لك انت دي ان اس سيرفر ورحت قال الدي ان اس سيرفر ده روح يا عم الحاج الله يكرمك كده ده لوكال دي ان اس اهو وفي ورا الكلاينتس بتوعك واصلين هنا. يعني تعال نوصل هنا كده شبكه كامله هي شويه اجهزه عايزين يعملوا ريزولف منك اهو. خلاص طيب الراجل ده لما يجي يطلع قلت له روح اسال ال تعالى هنا نحط الدومين بتاع جوجل. عمك جوجل برضو كان عنده ميل وعنده www وغيرها. قلت لللوكال دي الناس ده لما تحب تطلع اطلع اسال الدي ان اس اللي اسمه NS1 ان اس اختصار نيم سيرفر. يعني خلاص روح اسال النيم سيرفر واحد بتاع جوجل او ان اس واحد دوت جوجل دوت كوم. هيجي دي ان اس سيرفر بتاعك ده هيحاول او عندك كلاينت سال دي ان اس سيرفر بتاعك والنبي يا عم دي ان اس الاي بي ادرس بتاع www.cisco.com ده الاي بي ادرس بتاعه ايه؟ هيروح الدي ان اس سيرفر بتاعك سال الدي ان اس بابليك بتاع جوجل. فرضا الدي ان اس بابليك بتاع جوجل هيروح عامل ايه؟ ها هيقول له بص يا عم انا ما اعرفش اي حاجه عن الراجل دوت ده مش في الدومين بتاعي. خلاص انا هعمل ايه؟ الاي بي دوت روح اسال دوت انا ما اعرفش عنك اي حاجه خالص. هيروح مرجع لك النتيجه دي ويقول لك ايه؟ ايش حياتك بقى يا ريس؟ ربنا يديك الصحه. تروح انت واخد الناتج اللي هو رجعه لك دوت وتروح انت بعته لمين؟ ها تبعته للكلاينت اللي موجود هنا ده. ماشي كده؟ انت رجعت للكلاينت، هل رجعت له الناتج اللي هو عايزه ولا رجعت له ريفرنس لحد تاني يساله؟ ها انت رجعت له ريفرنس لحد تاني يساله صح؟ هو ده اللي حصل. يروح الكلاينت بنفسه بقى هيروح هو رايح سأل الراجل ده ها يا عم تعرف حد بالاسم ده؟ ده ما يعرفش مين www.cisco.com ما يعرفش عنه اي حاجه. يروح المعلم ده بعته يقول له بص انا ما اعرفش عنه حاجه بس انا اعرف عنكم. ويروح مرجع الروت سيرفر يروح مرجع الريزلت لمين؟ ها للكلاينت مره ثانيه. يروح الكلاينت رايح للدي ان اس اللي مسؤول عن الدومين اللي اسمه كوم. يبقى يرجع له مين تاني كمان مره؟ يرجع له ريفرنس. هو ما يرجعلوش النتيجه النهائيه اللي عايزه، هيروح مرجع له ريفرنس بالدي ان اس بتاع مين؟ ها بتاع سيسكو. خلاص وقول له خد النتيجه اهي يا عم. يروح الراجل ده واخد الناتج ويروح راجع هو سائل مين؟ الدي ان اس اللي مسؤول عن سيسكو. الدي ان اس اللي مسؤول عن سيسكو لازم يكون 100% عارف عن www ده. لو مش عارف هيقول له انا ما اعرفش اي حاجه عن الايه؟ عن السؤال بتاعك وخلاص. الريزلت كده ان ايه؟ مفيش ريزلت. او مفيش نتيجه يعني من الاخر. خلاص كده؟ طيب لو هو عارف عنه ده الوضع الطبيعي هيروح مرجع لك الناتج يقول لك ايوه انا عارف ان في عندي هوست هنا او انا عارف ان انا عندي اسمه www.cisco.com والاي بي بتاعه كذا 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 كذا.
بالبلدي كده الايتريتيف كويري، الكلاينت بيسال ويفضل الكلاينت يطلع عينيه وعينين اللي خلفوه لحد ما يلاقي مين، ها، لحد ما يلاقي الناتج، بيفضل ياخد ريفرنسز لحد ما يوصل للناتج اللي هو عايزه. الريفرنسز دي ايه اللي فيها، او كل ريفرنس فيها عباره عن ايه؟ نتيجه بتقربه للريزلت اللي هو عايزها. خلي بالك الريزلت اللي هو عايزها هو عايز يوصل للناتج، بس مش بتضمن له ان الناتج يكون موجود بالبلدي، مش بتضمن له ان يكون في هوست بالاسم ده. يعني هو في الاخر، في الاول والاخر هو مجرد سؤال، خليك فاكر الحته دي، في الاول والاخر ده مجرد سؤال. السؤال ده ممكن يكون له نتيجه او ممكن يكون له اجابه وممكن ما يكونش له اجابه. يبقى خليك فاكر دايما في الايتريتيف كويري ايه اللي بيحصل، الكلاينت بيسال مش بيرجع له ناتج النهائي، بيرجع له ريفرنس بدي الناس ممكن يكون عارف عن الناتج اللي هو عايزه. خلاص كده تمام. طيب العكس بقى، العكس الريكيرسيف كويري، الريكيرسيف كويري اهي ادي الريكيرسيف كويري بتاعتنا. مالها الريكيرسيف كويري بقى؟ في الريكيرسيف الوضع معكوس تماما. ازاي يا عم؟ برضه الكلاينت هيطلع يسال، ادي نفس المكنه طلعت سالت على www.cisco.com، هتروح رايحه لللوكال دي ان اس، يا عم يا دي ان اس انت، ها خليني ادور على مين، انا او انا بدور على www.cisco.com، تعرف عنه؟ المعلم ده ما يعرفش. هيبعت الناتج لمين؟ ها، للسيرفر اللي هو كونفيجرد ان هو يريزولف منه. تمام كده. يروح الراجل ده رايح للحاج ده يقول له بص انا ما اعرفش عنه حاجه، روح يا عم اسال دوت، روح اسال لي دوت انا ما اعرفش عنه اي حاجه. يروح دوت رد عليه يقول له بص انا ما اعرفش حاجه عن الراجل ده انا كمان. خلي بالك هو بيرد على مين؟ مش بيرد على الكلاينت، ده هو اللي بيرد على الدي ان اس، يقول انا ما اعرفش عنه حاجه بس انا اعرف كوم، كوم ده تشايلد مني، فروح اسال كوم. الراجل ده ياخد النتيجه ويروح الدي ان اس ده بنفسه يسال هو كوم، كوم يرد عليه يقول انا بص انا ما اعرفش حاجه عنه، انا اعرف عن السب دومين اللي اسمه سيسكو دوت كوم، خد الاي بي بتاع الدي ان اس بتاع سيسكو دون وخد اسال عنه. ارجع بالنتيجه، رجع الراجل يروح هو بنفسه سال مين؟ الدي ان اس بتاع سيسكو. الدي ان اس بتاع سيسكو لو يعرف عن الناتج هيرجع الايه؟ الناتج لمين؟ للدي ان اس بتاعك. الدي ان اس بتاعك بقى هو اللي يعمل ايه؟ هو اللي ياخد الناتج النهائي ويرجعه لمين؟ للكلاينت. يبقى بكل بساطه في الريكيرسيف كويري الكلاينت بيسال الدي ان اس سيرفر بتاعك، الدي ان اس يفضل يلف حوالين نفسه يروح للريد سيرفرز ويروح للتوب ليفل دومين ويروح للسكندري سب ليفل دومين، ولو في بعد منه سب ليفل دومين تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر لحد ما في الاخر يرجع لك يقول لك يا اما الريكورد ده موجود، يا اما انا قدرت اعمل ريزولف، يا اما مفيش ناتج بس كده شكرا. طيب ده معناه ايه بالنسبه لك؟ معناه ان في الريكيرسيف كويريز، او لو انت شغال في شركه هتقول لي طب ده كلام جميل جدا، ده لو شغال في شركه يا عم يبقى اسهل لي اخلي ان في مكنه واحده تكون موجوده في الشركه دي والمكنه دي هي اللي بتعمل ريكيرسيف كويريز. هقول لك صح مظبوط، لو انت شغال في لوكال دومين او انت عندك شركه خاصه بيك او شركه داخليه او شبكه داخليه، فانت المفروض يعني ها من باب ان انت ما تعذبش الكلاينتس معاك تعمل ايه؟ خلي عندك دايما لوكال دي ان اس، اللوكال دي ان اس ده هو اللي بيعمل ريكيرسيف كويريز. طيب لو انت بقى عندك بابليك دي ان اس ممكن اي حد على الانترنت يستخدمه، يعني لو انت عندك دي ان اس كده وله بابليك اي بي او انت عامل ناتنج مثلا والناس الموجوده على الانترنت ممكن يستخدموا البابليك دي ان اس دول، تفتكر ان يكون شيء حكيم ان انت تخلي البابليك دي ان اس ده اي حد في الدنيا يستخدمه او هو يعمل ريكيرسيف كويريز لاي حد في الدنيا بمعنى ادق؟ ها اكيد لا، اكيد لا، لان ممكن اي حد يستخدمه ساعتها هينفخ السيرفر ده، هيعمل لود كبير جدا عليه. طيب ماشي، يبقى لو انت عندك شركه داخليه وعندك شبكه داخليه ومحتاج ايه، ها محتاج يكون عندك دي ناس، دايما خلي اللوكال دي ناس يعمل لك ريكيرسيف كويريز. ماشي كده.
طيب كلام جميل. الحاجه الثانيه لازم يكون في اعتبارك عمليه السايزنج بقى، دي حاجه لازم تخلي بالك منها. ايه عمليه السايزنج دي؟ يعني ما تروحش تجيب لي مكنه بتموت اساسا ويكون عندك 10000 كلاينت وتخليها تستخدم كدي ان اس ل 10000 كلاينت، يعني مش تروح تجيب لي مكنه الرامات بتاعتها 56 او 512 وتخليها تعمل لي ريكيرسيف كويريز واللود عليها يكون كبير جدا. يعني حاول تكون واقعي شويه في الحالات اللي زي دي. نخلي يكون عندك 2 دي ان اس سيرفرز خلاص، ووزع اللود بينهم او خلي فيه 3 حتى مش فارق معاك. ما تجيش تعمل لي شبكه فيها 50000 مستخدم وال 50000 دول كلهم بيكونكت على سيرفر واحد والسيرفر ده السبيكس بتاعته قليله جدا، ما انت كده هتموت الدنيا. ماشي. طيب اخر حاجه بقى، اخر حاجه ان طالما ان هيكون في عندك سيرفر خلاص، السيرفر التعبان بتاعنا اللي موجود هنا ده، طالما اللوكال سيرفر ده موجود وطالما الراجل ده عمال ايه، هو اللي عمال رايح جاي رايح جاي يجيب الكويريز بتاع اليوزرز، ها تفتكر ايه الافضل؟ ان انت كاند يوزر لما الراجل ده يجيب النتيجه يخزنها عنده لاي حد تاني يساله، ولا كل مره حد يساله يروح يجيب النتيجه تاني؟ تاني. انا عندي كلاينتس موجودين في الشبكه، فرضا الراجل ده جاي لي بيسال على موقع اسمه facebook.com، ايه الافضل لما يجيب الناتج يخزنه عنده عشان لو واحد تاني جه ساله يرد عليه على طول بدل ما يطلع على الانترنت بقى ويفضل يلف ويطلع عينه لحد ما يوصل، ولا ها ان هو يخزنها؟ اكيد طبعا يخزنها، ده الافضل طبعا. خلاص. ففي الحاله دي انا ممكن اكستند الكابابيلتي بتاع الدي ان اس سيرفر واخليه يعمل عمليه كاشنج. عمليه الكاشنج بكل بساطه هي ان هخلي الدي ان اس سيرفر اول او كل عمليه ريزولف بتتم يخزن الناتج عنده، ولو جه يوزر تاني ياكسس او يعمل ريزولف بقى بمعنى ادق نفس لنفس العنوان يعمل ايه؟ ها بدل ما يطلع على الانترنت ويفضل يطلع عينيه لحد ما يوصل لحد النتيجه يرد عليه من الكاش بشكل مباشر. خلاص كده؟ طيب برضو عشان تكون فاهم ايه اللي هيحصل، في عندنا حاجه تانية لازم تخلي بالك منها. ايوه الله يفتح عليك. عمليه تخزين الريكوردز دي، عمليه تخزين النواتج دي مش بتتخزن الى ما لا نهايه. ازاي؟ بص كده، السيرفرات اللي موجوده هنا دي كلها دي ان اس سيرفرز اللي موجودين هنا دول، خلاص كل دي ان اس سيرفر بيكون عامل الريكوردز بتاعته حاجه اسمها تي تي ال. ايه تي تي ال دول؟ ده التايم تو ليف. بكل بساطه باختصار كده، لما يجي دي ان اس سيرفر يساله على عنوان معين في الدومين دون، هيروح الراجل ده رد عليه يقول له لو سمحت خد العنوان ده بس لو حبيت تحتفظ بالناتج احتفظ بيه لمده مثلا 6 ساعات عندك، بعد 6 ساعات لازم ترجع تسالني مره ثانيه. خلاص. هو بشكل مثالي يعني معظم السيرفرات الكبيره بتخليها مش 6 ساعات، بتخليها تقريبا 24 ساعه. ماشي كده؟ فعملية او التي تي ال ده بالنسبة لك بيكون ايه؟ ها؟ مجرد وسيلة عشان لما اي دي ان اس سيرفر تاني يسألك تتحكم فيه، ها الريكورد ده هيتخزن لمدة قد ايه؟ دي أول حاجة. طيب هتقول لي طب وليه أصلا يكون في تي تي ال يا عم؟ يعني أنت عمال تقول لي تي تي ال وعمال توجع دماغي، هو ليه أصلا يكون في تي تي ال؟ هقول لك بكل بساطة الموضوع بسيط. الراجل ده في النهاية عايز تحكم الدومين يكون موجود عنده. تحكم ازاي؟ هقول لك فرضا ان الراجل ده عنده عنوان اسمه www، الاي بي بتاعه 1.1.1.1، اي بي valid اي بي ادرس. طب افرض ان الراجل ده حب يغير الاي بي ادرس بتاعه من 1.1.1.1 يخليه 1.1.1.2، هيبقى الحل ايه؟ ها لو التي تي ال ده مش موجود اصلا، الراجل ده عمل ريزولف دلوقتي ولقى ان العنوان هو العنوان 1111، طب ما كده المستخدمين اللي واقفين هنا دول
لما يجوا ياكسسوا هياكسسوا على رونج اي بي ادرس، اي بي ادرس غلط بكل بساطه صح. فالتي دي ال هتدي شويه كنترول لللوكال او اسف للدي ان اس بتاع مين، ها بتاع الدومين ده، عشان في حاله ان هو حب يغير الاي بي ادرس بتاع اي هوست عنده يبقى الموضوع ايه محكوم شويه. ماشي كده؟ ها حد عنده اي مشكله كده؟ طيب جميل، نرجع مره ثانيه. الدي ان اس سيرفر بتاعي، هذا الدي ان اس سيرفر اهو، الدي ان اس سيرفر ده هيتكلم مع الدي ان اس الاولاني او مع بابليك دي ان اس، خلي ده كده لوكال دي ان اس وخلي ده كده بابليك دي ان اس. ماشي كده؟ طيب انا في عندي كلاينت هنا، الكلاينت ده ممكن تكون مكنه ويندوز مكنه لينكس اي حاجه في الدنيا مش فارق معايا. طيب بص لي كده، الكلاينت بيكلم الدي ان اس سيرفر على بورت 53 يو دي بي. ماشي كده؟ والدي ان اس سيرفر ده لما يعمل كويري لدي ان اس سيرفر تاني برضو على بورت 53 يو دي بي. خليك فاكر الحكايه دي. وليه يو دي بي مش تي سي بي؟ عشان عمليه الريزولفنج تكون باسرع وقت ممكن او باسرع طريقه ممكنه. خلاص؟ زي ما انت عارف ان اليو دي بي مفيش فيه اكنولجمنت، مفيش فيه تري وي هاند تشيك بكل بساطه. خلاص؟ فمفيش اكنولجمنت، فالوقت بالنسبه لك ايه؟ ها؟ او التوقيت اللي انت بتشتغل بيه بيكون اسرع بكتير من التي سي بي. فانت عايز لما الراجل بمجرد ما يعمل ريزولف او يحاول يعمل ريزولف اصلا، مجرد ما يبدا بس كده يعمل لوك اب ويحاول يدور كده بسرعه، الحق يا عم فين العنوان بتاع الدومين الفلاني او العنوان بتاع الموقع الفلاني، عايز ياخد الناتج باسرع وقت ممكن، عشان كده بيستخدم او بيستخدم ايه؟ اليو دي بي عندك. ماشي؟ ها؟ ماشي؟ طيب تعالى كده نشوف المكانتين وصلوا لفين. الحمد لله ربنا كرم اهو ونزل. هو لسبب ما سطب الجي او اي وعندنا ما كناش عايزين. طيب عشان نريح دماغي انا هعمل حاجة. وقف لي الجي او ده، الجي او اي كل ده كله. شكرا يا سيدي. اوبن تيرمينال اهي، عارف الخط الغريب ده جايب الخط من الماك انا مش متعود عليه. طيب ممتاز. قبل اي حاجه كمان عايزين نشوف الاي بي ادرس بتاع المكنه دي. تعالى كده عشرة 211 55 4 ما شاء الله. اي بي ادرس شكله غريب جدا، 10211 55 4. ممتاز.
ممتاز. انا كده عامل كونكت على المكنه الاولانيه زي ما قلت لك. انا محتاج النهارده يكون عندي كلاينت وسيرفر بس، مش محتاج اكتر من كده. طيب انا محتاج دلوقتي انستول بعض الباكجز، فانا هعمل ايه؟ تعال كده نرجع المكنه بتاعتنا دي، او محتاج مش محتاجين حتى نرجع الاول كده. تعال نعمل ماونت نشوف حاجه، فيها حاجه هنا ماونتد. السي دي روم موجوده وده شيء ممتاز بالنسبه لي. ماونت هنا كده اهي ديف اس ار 0 خلاص. طيب ران ميديا مصطفى سي دي روم. طيب ال اس ران ميديا ريل 7 موجوده اهي. فانا ممكن اعمل ايه؟ اعمل لها ماونت كده سلاش ديف اس ار واحد اهي كمان لو واخد بالك، لو حد فيكم واخد باله تحت سلاش ام ان تي. ممتاز. تعال نعمل كده فيم اي تي سي يام دوت ريبوز دوت دي، وتعال كده نسميها اي اسم تاني يعجبنا، لوكال دوت ريبو بسرعه كده. يام سيرش تعال كده اعتبرنا عبيط وهسيرش كده على دي ان اس، اي حاجه فيها دي ان اس هنا. الحمد لله معنى كده بدا يعمل سيرش ان الكويري بتاعتي ايه. ها مش اسف بلاش الكويري الاول، اللوكال ريبو بمعنى ادق. ها شغاله تمام. طيب حلو جدا. انا في اتنين دي ان اس سيرفرز هخليكم تشتغلوا عليهم. تعال نشتغل الاول على الصعب وبعد كده نخش على السهل خلاص. تعالى كده نعمل ايه اللي هنشتغل معاه. بايند، بايند ده اعتبره ان هو ذا موست بوبولار دي ان اس سيرفر في التاريخ كله بالبلدي، ده اشهر دي ان اس سيرفر موجود في العالم خلاص. بالمناسبه الباك بون بتاع الانترنت كله هتلاقيه قايم على بايند ده. تاني، الباك بون بتاع الانترنت هتلاقيه قايم على بايند. يعني لو انت عندك 13 روت سيرفر اعتبر ان مثلا 9 ولا 9 منهم تقريبا او 10 منهم هتلاقيهم بايند، وهتلاقي في الاخر مكنه واحده بس ولا حاجه قايمه ويندوز خلاص. فيعني هو زتون ماشي. طيب حلو، نرجع بقى. بايند ده كده نازل معاه شويه باكجز كده مساعده له خلاص. تعالى كده اقول لك على اسمائهم. بص لي عندي هنا كده مثلا بايند. بايند لوحدها ديت ده اسم الباكج بتاع دي ان اس سيرفر نفسه. يعني لو انت عملت انستول الباكج دي كده، ده كده انت بقى عندك الدي ان اس سيرفيس او الدي ان اس ممكن تشغلها كسيرفيس عندك بس كده خلاص. شكرا. تمام كده. طيب في معاه شويه حاجات تانية زي بايند لبس لايبراريز، ودي الخاصه ب 32 بت سيستمز، والتانية الخاصه بال 64 بت سيستمز، ومعاها نسخه لايت كده لايت فيرجن خلاص. دي الفول فيرجن او الفول لايبراريز باكج، ودي اللايت لايبراريز باكج، وبايند لايسنس ماشي. في عندك شويه باكجز كده هكلمك عليها لازم تعرف هما بيعملوا ايه بالظبط، زي بايند بي كي سي اس 11 يوتيلز. الباكج دي مهمه جدا، لازم تكون عارف هي بتعمل ايه، لان بتستخدم لما تيجي تعمل دي ان اسك هي اللي بتستخدمها عشان تعمل لك سايننج لمين؟ ها للريكوردز بتاعتك لو انت بتشتغل دي ان اسك. ها ماشي كده. ولو ربنا ادانا الصحه ولقيتكم كده فايقين بعد ما نخلص موضوع الدي ان اس دون هكلمكم في الدي ان اس ونشوف الموضوع بتاعه ممكن نشرحه، يعني لان هو موضوع بقى مهم جدا الايام دي. من 3 4 سنين كده ما كانش مهم، النهارده بقى من اهم المواضيع اللي موجوده. طيب في عندك باكج كمان تانية كده اسمها بايند داش يوتيلز.
اي بايند ذا شوترز ديت ده عباره عن باكج تديك شويه تيبلتس تستخدمها ككلاينت مش كسيرفر. خلاص طيب في عندك باكج انا تخطيتها كده من شويه فوق وقلت ارجع لها في الاخر اللي هي بايند تشينج روت. ايه بايند تشينج روت دي؟ ده عباره عن باكج بتسمح لك ان انت تعمل تشينج روت للكونفيجريشن والباينريز بتاعت مين؟ ها بتاعت الدي ان اس سيرفيس. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ايه التشينج روت دي؟ بكل بساطه انسى خالص بايند دلوقتي. ايه التشينج روت بقى؟ انا ادق التشينج روت معناها ان انا هخلي او ان انا هحجز الباينريز والكونفيجريشنز وكل حاجه خاصه بسيرفيس ما في مكان خاص بيها هي بس، بحيث ان لو السيرفيس دي حد قدر يعمل اي اتاك عليها ما يقدرش او بيفضل لوكد كده، اعتبر ان هو محجوز في سجن خاص فيه. يعني لو بصيت عليه كده على تشينج روت دي، في بعض الاوبريتنج سيستم زي بي اس دي بيسموها جيل، اعتبر جيل كده يعني حجز يعني، او اعتبر ان هو سجن. خلاص فبالظبط كده عامل زي ايه؟ انت عندك شقه، عندك شقه وعندك تعديك مثال عليها كويس تفهمه. حلو حلو، عندك شقه يا سيدي وعندك شباك. الشباك ده انت الله اعلم به هل هو متامن كويس؟ طب هو الشباك ده عليه حديد؟ طب ما هو حتى لو الشباك ده عليه حديد، طب ممكن واحد يدق لك بالشاكوش كده خبطتني يطير لك الشباك ده ويخش جوه الشقه. خلاص كده؟ فانت بتعمل ايه؟ بتروح جاي على المنطقه اللي فيها شباك شكله خطر دون وفيها مشكله، تروح مصور عليها سور كبير جدا لحد السقف وتقفل عليها. افرض ان حد دخل من الشباك دون، خليه عم ما هو هيفضل كده كده لوجد في الاوضه الصغيره اللي هو موجود فيها ديت. انا بعمل الشقه او اسف بعمل الاوضه ديت وبقفلها من كل الاتجاهات وبقفل عليها بطوب كمان. عايز يدخل يدخل، بس لو دخل ها هيقدر يلعب في الاوضه دي بس، بس هيقدر يلعب في اي سيرفيس ثانيه او في اي اوضه ثانيه؟ مش هيقدر. وصلت؟ فهي الجيل بكل بساطه انا بلوك او بحجز كل ملفات الكونفيجريشن او الباينريز او بكل بساطه الملفات الخاصه بسيرفيس ما بحجزها في مكان مختلف عن مكانها الاصلي. خلاص؟ والمكان ده بيكون هو بقى البيرنت بتاعها. افرض ان حد جه عمل اتاك على السيرفيس دي، ها خلاص يعمل اتاك زي ما هو عايز يكشي ولا مش فارق معاه في اي حاجه، ما هو هيقدر يهاجم السيرفيس دي خلاص. بس هل هيقدر يوصل لاي ملف تاني موجود على السيستم؟ لا مش هيقدر يوصل لاي ملف تاني ولا يقدر يعمل معاه اي حاجه خالص. ها وصلت كده؟ ماشي. فيفضل يعني يقول لك يفضل لما تيجي تعمل اي سيرفيس والسيرفيس دي ممكن تعملها تشينج روت، ما تستناش اعملها تشينج روت وريح دماغك. تمام؟ ماشي. ممكن نعمل تشينج روت واحنا واحنا بنشتغل. تعال يا عم تعال سيت اب الدي ان اس ونعمله تشينج روت كمان بالمره، مش فارق معانا في حاجه والله. تعال نعمله سيت اب ونعمله تشينج روت في نفس الوقت، مش فارقه يعني. طيب تعال نستول باكج دي كده، يام انستول بايند وبايند تشينج روت وبايند داش يوتلز. الثلاثة باكجز دول هما اللي انت محتاجهم مبدئيا عشان تتعامل مع الدي ان اس بتاعك. خلاص؟ النوع الثاني بقى، مش النوع الثاني ده، في اكتر من امبلمنتيشن للدي ان اس، دي مجرد امبلمنتيشن واحده. في عندك بقى في دي ان اس سيرفر ثاني، ريد هات بدأت تنزله من أول ريل 7 في الباكجز بتاعتها اللي هو اسمه Unbound. خلاص؟ Unbound ده عبارة عن Recursive وكاشنج دي ان اس. عبارة عن Recursive وكاشنج دي ان اس. طيب، إيه اللي يفرقه عن Bind؟ إن Unbound بتستخدمه كده عشان إيه؟ لو عندك شبكة وعايز تعمل كاشنج وRecursive لوك أب ليها بس. ايه ده؟ يعني معنى كده عايز تفهمني ان لو في عندك دومين، يعني انت لو عندك لوكال دومين واسمه مصطفى دوت كوم او عايز تخليه حتى بابليك، ما تقدرش تعمل لوكال دومينز بالشكل ده؟ لا ما تقدرش تعمل. فلو انت استخدمت Unbound هتستخدمها عشان تعمل ريكيرسيف لوك اب او كاشنج للايه؟
لللوك ابس او للريكيرسيف كويريز اللي انت بتعملها دي، لكن مش هتقدر تعمل ها دومينز داخليه او حتى بابليك دومينز تشتغل عليه، فدي مشكله. خلاص كده. طيب تعالى اهو، هو باي ديفولت عندي بايند ذا شوتلز انستولد اهي، شايف بايند يوتلز انستولد، فانا كده ايه تمام عندي جدا. تعالى اعمل لها انستول للباكجز دي. بالمناسبه ملفات الكونفيجريشن بتاع الدي ان اس المفروض تكون موجوده في اي تي سي، هتلاقي اسمها نيم دي. تعالى كده بص لي كده كويس، الدي ان اس بتاعك ملفات الكونفيجريشن اهي، شايف نيم دي دوت كونف، المفروض ان ده هو الملف الرئيسي اللي فيه ملفات الكونفيجريشن بتاعك. هتقول لي بس استنى بقى ثانيه واحده، انت مش لسه قايل لي من شويه يا عم الحاج ان احنا عملنا تشينج روت للدي ان اس صح؟ ها ها نمت ولا ايه؟ وعمال تقول لي لما اعمل تشينج روت ايه اللي هيحصل؟ عمال اقول لك هلوك ملفات الكونفيجريشن او هعمل لها جين في مكان معين صح؟ حلو. طب ما انا نزلت الباكج، ليه ملفات الكونفيجريشن ما بقتش موجوده في مكان معين خاص بيها؟ ها حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي اجابه اصلا قبل اي سؤال؟ نزلنا الباكج بس ما استخدمناهاش، يعني ايه ما استخدمناهاش؟ المفروض انت اللي بتنقلها تقريبا. ايوه الله يفتح عليك، المفروض انت بقى اللي بتاخد الملفات دي وتنقلها في المكان الخاص بيها، المفروض يعني ماشي كده. طيب تعالى لما نقلها قبل ما نعمل اي حاجه، تعال نبص عليها كده نشوف ايه اللي موجود فيها. تعالى كده يا عم atc name d.conf او name d بس، تعال نشوف الدايركتوري ايه اللي موجود فيها. سما مفيش فيها اي حاجه خالص، دي عباره عن دايركتوري فاضيه. طب ايه اللي في ملف name d.conf؟ ايه اللي موجود فيها؟ ده ملف الكونفيجريشن بتاع الدي ان اس اهو، شايف في شويه بارامترز مالكش دعوه هي ايه دلوقتي، مالكش دعوه هي ايه، هنرجع لها كمان شويه. طب ايه اللي في الملف الثاني اللي اسمه نيم دي دوت اي اس سي دي ال في دوت كي؟ ها في شويه كيز كده موجوده برده، مش فاهم ايه الكيز دي. خلاص طيب في عندي كمان ار اف سي مش عارف ايه بقى نيم دي دوت كونف دون، ده في ايه؟ ها او المين كونفيجريشن فايل بتاعك. طيب كلام جميل، بص لي كده هتلاقي في عندك شويه زونز موجوده، في شويه زونز موجوده، والزونز دي انا ما عملتش فيها اي حاجه خالص، هي جايه باي ديفولت، هي انا ما عدلتش اي حاجه فيها، هي جايه باي ديفولت موجوده. وهتلاقي الزونز موجوده دي دايما موجوده اللوكال هوست واللوكال هوست دوت لوكال دومين، وهتلاقيها موجوده مره اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. خلاص ماشي كده. طيب ايه كمان في عندك؟ نيم دي دوت روت دوت كي، شويه كيز برضو راح للروت. ايه يا عم الكيز دي؟ الكيز دي لما نيجي نوصل لموضوع دي ان اس ان شاء الله هقول لك عليه. خلاص هتفهم بعد كده ان انا ممكن كل ريكورد كل اسم الدي ان اس بيعمل له ريزولف، ممكن اقول له اتاكد من الريكورد ده هو الريكورد ده مظبوط ولا لا. فالريكورد ده ممكن ابص عليه كده اتاكد منه. اتاكد ازاي؟ قال لك الاول لازم الريكورد ده يكون سايند باي سامون، يعني حد عامل له ساين ومتاكد ان هو مظبوط 100%. فانت ممكن تستخدم الكيز اللي موجوده عشان تشوف هل عمليه الريزولفنج دي تراستد ولا لا، لان ممكن يكون فورك دي ان اس، يعني دي ان اس كده واحد كده قام الوظه وعامله وبعت لك وبعت الترافيك بتاعك له، فعمال يتحكم فيك تقول له بعتني فيسبوك، يبعت لك على نسخه فيسبوك خاصه بيه هو داخليه موجوده عنده او فيسبوك تانية خالص غير الطبيعيه، وعمال ينفخ فيك.
انت عمال تدخل طبعا اليوزر نيمز والباسوردز وعمال هو ايه يلم الكلام ده كله من وراك ماشي. فانت عشان تاكد ان الريكورد اللي انت عملت له كويري دون الريكورد ده مظبوط 100% فانت هتبقى محتاج ايه تتاكد عن طريق السيجنتشر بتاع مين بتاع الريكورد دون. فانت في الحاله دي محتاج تقارن الكيز ببعض. طب عشان تقارنها مش لازم تكون عارف الكي الاول؟ فهو بيسيب لك نسخه من البابليك كيز بتاعه مين ها بتاعه السيرفرز دي بحيث لما تيجي تقارن تقدر ايه تشوف هل الكي ده معمول له ساين ببرايفت كي مظبوط ولا الريكورد اللي انت جبت له نتيجه هو ان الريكورد ده مضروب. وصلت؟ طيب كلام جميل. تعالى كده في عندنا كمان var name دي في عندي هنا داتا او var name دي فين 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 يا سيدي عندي name دي دوت سي اي. طبعا بص كده على الملفات اللي موجوده هنا كلها بص لي كده شايف name دي دوت سي اي دي اللي فيها ها عارف مين دول ها دول البابليك سيرفرز فاكر معنى كده ان السيرفر وشايف اسمهم ايه شايف اسم البابليك سيرفر اسمه ايه اسمه دوت وهتلاقي تحت كل سيرفر فيهم والاي بي ادرس بتاعه سواء اي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6 عشان بعد كده لما انت تيجي تريزولف تكون عارف توصل للروت سيرفرز الاول. ما انت مش لو مش قادر اصلا توصل للروت سيرفرز فانت هتعمل اي كويري ازاي اساسا بالبلدي كده يعني. لو انت مش قادر توصل للروت سيرفرز فانت بمجرد ما بتنستول الباكج ايه اللي بيحصل؟ ها الباكج بتعمل لك انستول لايه؟ لشويه ملفات كده تخلي عندك نسخه عشان على الاقل تعرف تشغل السيرفس. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. طيب تعالى كده قبل ما نعمل اي حاجه بقى، تعالى كده نشغل السيرفس ونشوف هتشتغل معانا ولا لا ولا فيها مشكله. هنقول له كده مثلا سيستم كنترول ستيتس نيم دي. هل هو شغال؟ لا يا عم، بالمناسبه الباكج كان اسمها بايند، لكن اسم السيرفس نيم ديمون. او نيم دي براحتك بقى خلاص. طيب كلام جميل. طب تعال كده يا عم تعال نستارت السيرفيس ديت سيستم كنترول ريستارت نيم دي كده تعال نشوفها شغاله دلوقتي. بص لي كده شايف ها اكتف وراننج بس لسه ديسيبلد. لو انت فاكر كويس انا قلت لك ان احنا هنشغل تشينج روت فيرجن من نيم دي يعني هنشغل نيم دي تشينج روت او تشينج روتد معنى كده ان النيم دي او البايند الباكج دي ملفاتها لازم تكون موجوده في مكان غير المكان الاصلي بتاعها صح. طيب حلو جدا الباكج اللي اسمها نيم دي تشينج روت هتعمل لك انستول الملفات في مكان تاني خالص او هتشغل لك ملفات البايند او النيم دي من مكان تاني. طيب من اول ريل 7 فانت لازم توقف السيرفيس دي كلها سيستم كنترول هتعمل لها ستوب كده لمين لنيم دي. يا نهار اسود هتقول لي يا عم اعمل لها ستوب هقول لك ايوه مش ستوب بس ولو ما كانتش ديسيبلد لو ما كانتش ديسيبل فانت المفروض تعمل ديسيبل لمين للسيرفيس دي برضو. قال لك ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ امال انا هشغل ال دي ان اس ازاي؟ هقول لك ثانيه واحده بما اننا هنشغله تشينج روتد فبقى في باينري موجود اساسا هو اللي هتستخدمه غير الباينري بتاع نيم دي الاصليه. الباينري بتاع التشينج روتد سيرفيس اسمه نيم دي ده تشينج روت مش اسمه نيم دي. نيم دي بس لو انت هتستخدم النيم دي زي ما هي او هتستخدم السيرفيس الاصليه زي ما هي مش تشينج روتد خلاص كده خليك فاكر الحكايه دي. طب هتقول لي طب وانا هغير الاماكن بتاع ملفات الكونفيجريشن ازاي او ملفات الداتا ازاي؟ بص كده ريد هات عملت لك باكج او مش ريد هات الديفلوبرز عملوا لك سكريبت. السكريبت دي جايه مع الباكج اللي اسمها بند تشينج روت. السكريبت دي موجوده في لب على ما اعتقد لب اكزك. تعالى كده انا مش فاكر المكان بتاعها فانا هعمل ايه؟
كنا اقول له كده لوكيت الباكج دي اعتقد كان اسمها نيم دي حاجه تشينج روت ابديت دي بي كده لان الداتا بيز عندي مش موجوده. اهيا امسك عندك اربط عندك اهي يوزر لب اكزك سيت اب نيم دي تشينج روت دوت اس اتش. هاخد انا كده الباكج دي اسف الملف اللي جاي مع الباكج بتاع النيم دي تشينج روت وهعمل له ايه؟ هقول له انا عايز سيت اب للتشينج روت انفايرمنت في فار نيم دي جوه دايركتري اسمها تشينج روت خلاص. وهقول له انا عايز انيبل للتشينج روت انفايرمنت خلاص كده ماشي. بص بعد ما اعمل كده ايه اللي هيحصل؟ ls var name دي change root بص لي كده ايه اللي هيبقى جواها. بص ايه اللي حصل جواها. ظهر عباره عن نسخه مصغره من السيستم بتاعك موجوده تحتها. بص لي كده ايه يا عم الكلام ده؟ الملفات دي جت منين؟ الملفات دي ظهرت بس لما انت استخدمت الامر ده. الامر ده عمل لك ايه؟ نقل لك الملفات اللي انت محتاجها عشان تسيت اب الدي ان اس في ايزوليتد انفايرمنت في انهي مكان؟ ها في المكان ده. يبقى انا استخدمت سكريبت موجوده قبل كده عشان تعمل لك ايه؟ ها تنقل لك الملفات اللي انت محتاجها عشان ترن السيرفيس من مكان تاني بس كده. ده كل اللي انا عملته خلاص كده. طيب عشان برضو تكون في الامان انت ممكن تعمل ايه؟ سيستم كنترول ممكن تعمل كده ماسك للسيرفيس اللي اسمها نيم دي وبعد كده تعمل ايه؟ سيستم كنترول انيبل نيم دي تشينج روت وبعد كده سيستم كنترول ستارت نيم دي تشينج روت خلاص. تعال كده نشوف السيرفيس اب ولا لا. سيستم كنترول ستاتس نيم دي تشينج روت كده. ها بص لي كده ايه اللي فيها. السيرفيس مالها دلوقتي يا معلم؟ ها واخد بالك السيرفيس دلوقتي بقت ها اكتف رانينج. معنى ان انا من اللحظه دي معنى كده ان انا من اللحظه دي بقت السيرفيس عندي او بقينا ايه قادرين نشغل الدي ان اس مش بس كده ومشغلينه في تشينج روتد انفايرمنت. بدل ما كنت بتشغله من ملفات كونفيجريشن موجوده في اي تي سي على طول لا بقيت بتشغله من ملفات كونفيجريشن موجوده فين؟ ها بص كده اعتبر ان ده كده بقى بديل لمين او ده بقى ايكويفالنت لمين؟ ها يعني ده يوزر اسف var name دي change root ده يعادل مين قبل كده عندك؟ ده ايكويفالنت لمين؟ للسلاش. يعني انت بعد كده بدل ما كنت بتنده احنا كنا من شويه بننده على ملفات الكونفجريشن من مين؟ منين؟ ها لو انت فاكر ملف الكونفجريشن الرئيسي كان في اي تي سي اسمه name دي دوت كونف صح؟ مش ده كان الملف الرئيسي بتاعك؟ تعال نحطه كده في كومنت هنا. لا المفروض لما اجي انده على ملف الكونفجريشن بقى هنده عليه منين يا سيدي؟ ها من var name دي change root بعد كده etc name d.conf وصلت؟ يبقى بدل ما عنت بنده على ملف الكونفجريشن من etc على طول بقيت بنده عليه من جوه المكان ده. ليه المكان ده؟ المكان ده هو الجيل اللي انت عملته هو السجن اللي انت عملته عشان تحط كل الملفات اللي خاصة بالسيرفيس دي في مكان منعزل تماما عن بقية السيستم بتاعك. وضحت النقطة دي؟ طيب كلام جميل. ده معناه برضو حاجة كمان احنا من شوية شفنا ملفات تانية كانت موجودة فين؟ في var name دي كان اسمها name دي دوت سي اي فاكر؟
الملفات دي دلوقتي تعادل او بقى مكانها الجديد في التشينج روت انفايرمنت موجوده فين؟ في فار نيم دي تشينج روت فار نيم دي اسمها نيم دي دوت سي اي. يعني هو نفس الملف ده هو بقى البديل بتاع الملف الاصلي ده، ده ما عادش له اي قيمه، ده هتستخدمه في حاله ان انت كان عندك ايه؟ ها؟ ان انت كان عندك الدي ان اس او البايند شغاله في نون تشينج روتد انفايرمنت، بس طالما انت استخدمت الطريقه اللي انت هتعمل تشينج روت للسيرفيس فيها ان السلاش بتاعك شيل كده السلاش من دماغك وحط مكانه الحته دي كده بس. وصلت؟ ها يبقى كده الحمد لله توصلنا القناعة ان لو انت عندك الدي ان اس شغال في تشينج روتد انفايرومنت يبقى السلاش بتاعك الاصلي القديم هو بقى ايكويفالنت لسلاش فار نيم دي تشينج روت. دي اول حاجة. الحاجة التانية، في عندي جزئين دلوقتي، ايه هما؟ ان ملف ان للاسف الدي ان اس عندنا احنا شفنا منه نوعين من الملفات حتى الان. النوع الاولاني هو الكونفيجريشن فايلز اللي هو كان نيم دي دوت كونف، صح؟ النوع الثاني هو الداتا فايلز زي نيم دي دوت سي اي. والداتا فايلز شفنا النهارده كودت جواها ها اسماء او بعض الريكوردز الخاصه بالروت نيم سيرفرز. ها لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله؟ ها الياس النت عندي والله العظيم ممتاز، يعني الكواليتي بتاع النت عندي شايف، لو الكواليتي فيها مشكله هنا يطلع لي اللون ده احمر على طول، فالمشكله مش في الانترنت عندي اعتقد، عندك انت يعني. طيب نرجع تاني لموضوعنا، عيد تاني نفس الجمله اللي قلتها اخر مره دي، حطها على في ودنك. احنا لحد دلوقتي لحد اللحظه اللي احنا فيها فالكونفيجريشن بتاع الدي ان اس بينقسم لجزئين، جزء فيه الكونفيجريشن نفسه الاعدادات السيتنجز، وبصينا على ملف زيه كده او ملف اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو النيم دي دوت كونف، بغض النظر بقى عن مكانه فين. يعني عايز اقول لك ايه، ان هيفرق معاك في ايه لو انت استخدمت تشينج روتد انفايرمنت من نون تشينج روتد انفايرمنت، هيفرق معاك في ايه؟ ما هو نفس الملف، السنتاكس اللي في الملف واحد. والله استخدمت تشينج روتد انفايرمنت فانت محتاج تزود ستيب واحده، الستيب الواحده اللي انت عايزها دي هي الحته دي بس، هو السطر ده بس، نفس الملفات هي هياها، صح؟ الحاجه الثانيه ان ملفات الداتا بقى نفسها اللي فيها الريكوردز نفسها موجوده فين؟ ها؟ او موجوده منفصله لوحدها. وشفنا ملف اللهم صل على النبي كاكزامبل اسمه نيم دي دوت سي اي، وشفنا فيه بعض الريفرنسز الخاصه بمين؟ بالروت نيم سيرفرز. خلاص؟ حلو. ماشي. اعتقد ان كده كفايه جدا النهارده. خلاص؟ لان انا صوتي اتبح خالص النهارده. فايه؟ حلو قوي كده لحد دلوقتي. من اول بكره ان شاء الله، حد عنده مشكله بكره ولا الدنيا تمام؟ اعتقد ان احنا متفقين على بكره، صح؟ بكره نبدا نكونفيجر بقى السيرفيس. بالمناسبه لما تيجي تبص على الكونفيجريشن بتاع الدي ان اس يا دين النبي، اسهل كونفيجريشن هتشوفه في حياتك والله العظيم، ثلاثه حرفيا واحد من اسهل الكونفيجريشنز اللي ممكن تشوفها، طالما انت واصل لقناعه ان الكونفيجريشن في ملفات والداتا في ملفات ثانيه، هخليك هعلمك طريقه كده تخلي الدي ان اس ده بالنسبه لك اسهل حاجه موجوده في التاريخ. هتلاقيك بتعدل شويه بارامترز، بتاخد كده كوبي بيست وعدل، كوبي بيست وعدل، ما تقعدش تحفظ السنتاكس ده هتحفظه مع الايام، يعني انا ما حفظش السنتاكس دون من اول مره اشتغلت بيه. انا اقسم بالله العظيم لما خدت الكورس دون من زمان 2007 تقريبا، قعدت اربع شهور
حرفيا من 3 ل 4 شهور عشان اقدر اعمل سيت اب للبايند دي الناس. بس انا هعلمك طريقه بدل ما اعذبك معايا، حرام عليا يعني، طالما انا اتعلمتها هعلمك طريقه سهله جدا، تاخد كوبي بيست وتشغل السيرفس كلها في 5 دقائق. خلاص مش كده؟ طيب كلام جميل. في سوليوشنز جاهزه، بس انا لازم ارمطك في الدي ان اس، لازم ارمطك فيه واخليك تشتغل بايديك، لانه هو واحد من اكتر الحاجات اللي بتعقد السيستم ادمنز. لما تيجي تسال اي سيستم ادمن كده ايه اوسخ حاجه تشغلها في حياتك، هيقول لك الدي ان اس. بس ان شاء الله يعني 3 4 ايام كده وهتلاقي اسهل حاجه بالنسبه لك. ماشي؟ ها تمام كده؟ نتقابل بكره ان شاء الله، نحاول بكره نطول شويه خلاص، بحيث ان احنا ايه نخش جزء الكونفيجريشن. اللهم صل على النبي، نظبط الكاشنج نيم سيرفر. الكاشنج نيم سيرفر ده والريكيرسيف والايتريتيف لوك ابس دي مش تاخد مننا 10 دقائق. بعد كده نخش على الفورورد لوك اب والريفرس لوك اب. بكل بساطه هنخلص الماستر سيرفر بكره، هنخلص الكاشنج نيم سيرفر والماستر نيم سيرفر بكره بكل حاجه فيهم. فاستعدوا لمعركه يعني. ماشي؟ التاسك لازم تتسلم بكره. انت حضرتك لمها من الناس يا حاج حمدي وبعت لي التاسكات كلها مره واحده. خلاص؟ ماشي. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.